تحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من استوديو المنتصف. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا: تصاعد التوتر بين المقاومة والانقلابيين في عتمة وأيضا في منطقة ذي ناعم في البيضاء. كذلك سنناقش موضوع من محافظة المحويت: الانقلابيون يبيعون 31 قطرة غاز مخصصة للمحافظة في السوق السوداء. وكذلك من ضمن الانتهاكات وتواصل انتهاكات الحوثيين في الحديدة، يمنعون دخول السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة. إذن البداية بآخر التطورات في وما يجري في البيضاء. فقد تحدثت مشاهدينا الأنباء عن تصدي رجال المقاومة الشعبية لحملة عسكرية كبيرة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. للحديث أكثر عن هذه الحملة العسكرية وكيف تصدت المقاومة لها، ينضم معنا عبر الهاتف السيد إبراهيم الدمدمي المتحدث باسم مقاومة ذي ناعم. نرحب بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا بك. بداية سيدي، لو تحدثنا عن آخر المستجدات هذه الحملة التي قام بها الحوثيون، كانت متجهة إلى أين؟ هذه الحملة التي قامت بها الميليشيات الحوثية هي منظمة ومخططة، كان الهدف منها إسقاط مواقع المقاومة والتوجه إلى أطراف مديرية الحميقان وتحديدا باتجاه الحد، يعني باتجاه يافع. لكن لله الحمد والفضل والمنة أن الميليشيات الحوثية شنت هذه الهجمة، وكان هناك تكاتف من قبل أبطال مقاومة ذي ناعم آل عمر، وأيضا جاء بالمدد والعون من قبل أبطال مقاومة آل حميقان وأبطال طيافة، لهم الشكر والتقدير. وتم التصدي لهذه الحملة وتم قتل قائد هذه الحملة المدعو النهمي، وهو كان في معسكر الحفا زبن الله محمد النهمي الملقب أبو حسن، وكان أيضا هو أركان حرب لواء في نهم. وهذه الحملة التي قامت بها الميليشيات الحوثية هي ليست الأولى لكنها الأشرس منذ شهور، وأسقطت بها عدة مواقع للمقاومة، لأن المقاومة عادت من جديد واستعادت المواقع، وتم قتل 7 من الحوثيين كما قلنا وسلفنا، ضمنهم قائد الحملة الحوثية، وأصيب 8 من رجال أبطال المقاومة، 3 إصابة بليغة، فيما الباقون إصابات طفيفة بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الشفاء العاجل لهم. نعم، إذا كما تحدثت يعني قائد كبير يعني يحسب للإنقلابيين قضى نحبه في هذه الحملة. طيب سيد إبراهيم، لو تحدثنا عن المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها المقاومة وكذلك التي تسيطر عليها الإنقلابيون أيضا في نفس هذا في نفس هذه المنطقة. المقاومة كانت مسيطرة على مواقع تسمى موقع كعواش و مواقع في الرحاب وغيرها، إلا أن الميليشيات الحوثية أيضا لها مواقع مقارفة تسمى موقع المختبي ودنبوس وغيرها، إلا أن المقاومة عادت، هم أخذوا مواقع كعواش وتقدموا باتجاه مواقع أخرى، إلا أن المقاومة استعادت هذه المواقع، وأيضا شنت هجوم على المواقع التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وتحديدا موقع المختبي، مما أجبر الميليشيات الحوثية عن التراجع وإخلاء بعض المواقع. وهذا يتم في تصدي شخصي من قبل أبطال المقاومة في ظل التجاهل من قبل الشرعية لأبطال مقاومة ذي ناعم آل عمر تحديدا والبيضاء عامة، إلا أن هذا التجاهل الذي لا ندري ما سببه من قبل سواء رئاسات الأركان العامة أو من قبل الحكومة الشرعية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية، وأيضا بالمناطق العسكرية التي أبطال المقاومة ذهبوا بعضهم إلى المخا في تحرير المخا، ذهبت كتيبة من أبطال المقاومة ذي ناعم وحرروا المخا مع أبطال الجيش الوطني. وكان ضمن هذه الحملة قائد المقاومة ذي ناعم آل عمر، إلا أن هناك لا يوجد تجاوب من قبل الشرعية مع أبطال هذه مع أبطال المقاومة، وللأسف الشديد أنه تم توزيع رتب خلال هذه الفترة لمحافظة البيضاء، أخذت كل المناطق نصيبها إلا هذه المقاومة، وتحديدا أبطال المقاومة ذي ناعم وطياب لم يأخذوا نصيبهم، ووزعت الرتب بطريقة يتعجب الرجل منها، أنها وزعت لبعضهم محسوبين على الحوثي والبعض الآخر ليس له صلة بالمقاومة لا من قريب ولا من بعيد، وتم صرف رقم 4000 رقم عسكري، وهو حسب ما ذكره النائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري، لم يكن نصيب مقاومة ذي ناعم منها أي شيء، وما زال
قياده الجيش، قياده المقاومه كلهم لم يمنحوا رتب، كلهم برتبه جندي، فيما منح الكثير كما اسلفنا رتبه عقداء ونقباء، وهم لم يدخلوا يوما من الايام المعارك، ولم يكونوا يوما من الايام حتى ضمن صفوف المقاومه. هذا للاسف الشديد نطرح التساؤل، هذا ما الذي يجري في ملف محافظه البيضاء، وما الذي يريده الاخوه في المسؤولين عن ملف محافظه البيضاء، لاننا سئمنا ونحن ننادي الكل ولم يستجب لنا احد. لذلك نتمنى من الجميع ان يوصل رسالتنا الى الاخ رئيس الجمهوريه والى الاخ رئيس الوزراء والى الاخوه المسؤولين على ملف محافظه البيضاء في سبب تجاهل هذه المقاومه وسبب هذا الذي ما زلنا نشكو منه الى الان، سواء نقص السلاح او نقص الرواتب او توزيع الرتب بطريقه عشوائيه. نعم، اذا انت تتحدث عن هذا التجاهل، انه عدم ادماج يعني ابطال المقاومه في البيضاء ضمن تقصد الجيش الوطني كما ذكرت، هم هو نزلت 4000 رقم عسكري لمحافظه البيضاء، لكن نحن نتكلم عن سوء اداره هذه الارقام، انها وزعت وتجاهل فيها ابطال المقاومه ذي نعم ال عمر تحديدا من الرتب ومن الراتب. ابناء هذه المنطقه هم اللي يشكون كما ذكرت التجاهل من قبل الشرعيه اللي هم ابطال المقاومه في منطقه ذي نعم تحديدا، استاذ ابراهيم هذا اللي تقصده؟ نعم هذا الذي نقصده، ما هو سر التجاهل فقط. نعم، يعني الى الان يعني الحكومات الشرعيه لم يعني تتجاوب معكم ولم يكن هناك اي يعني تجاوب من ناحيتها؟ نحن نتكلم الاخوه في قياده المقاومه دخلوا الى نائب رئيس الوزراء الاستاذ عبد العزيز الجباري، نعم، وهو قال ان الملف هذا يتحمله الاخ محمد موسى العامري الذي هو مستشار رئيس الجمهوريه وزير الدوله، وهو الاخر لم يتجاوب مع قياده المقاومه ولا ندري ما السبب، وهو المسؤول الان عن ملف المحافظه. وللعلم وما يعلمه الجميع ان لدينا جرحى في عدن حوالي 15 جريح، الى الان لا يوجد سكن لهم، لا يوجد اهتمام بمعالجتهم، لم يتفضل الاخ المحافظ بزيارتهم، لم يتفضل الاخ مستشار رئيس الجمهوريه المسؤول عن ملف المحافظه بزيارتهم، كذلك الاخ عبد الوهاب الحميقاني. ونحن نناشد الجميع، ما الذي يجري؟ هل نترك ابطالنا يموتون امامنا ونحن نرى هذا التجاهل من قبل الجميع؟ نعم، اذا يعني هذه المناشده ان شاء الله يعني تصل الى قيادتها الشرعيه كما ذكرت، يعني يشكون ايضا من الاهمال بالنسبه ايضا للجرحى، هذا ايضا موضوع وملف ربما ايضا نفتحه في استوديو المنتصف او ضمن برامجنا في يمن شباب. دعني فقط استاذ ابراهيم يعني اختم معك، يعني هل هناك معسكرات محدده لا يزال الانقلابيون يعني يسيطرون عليها في منطقه ذي ناعم؟ نعم، ما زالت هناك مواقع كثيره سيطرت على الميليشيات الحوثيه، سيطرت عليها خلال فتره قبل فتره سيطرت الميليشيات الحوثيه على مواقع للمقاومه بانها جاءت بالسلاح الثقيل والدبابات، وهو ما كان ينقص المقاومه سواء صواريخ له او غيرها للتصدي للاليات الثقيله، وهذا ما اجبر المقاومه للتراجع لعدم تكافؤ السلاح. نعم، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم الدمدمي المتحدث باسم مقاومة ذي ناعم. لا أدري